السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بالمتتبعات الجداد اللي كيخلوا لي واحد الكومنتارات زوينين اللي كيفرحوني وكيشجعوني وكيخلوني نزيد لقدام. مرحبا بالجميع، يعني راه وليتوا الاسره ديالي الثانيه. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم مشيت تقديت وجبت لكم بيجامات اللي هما زوينين البنات، وواحد جليبات اللي دايرين ضجه في مواقع التواصل. المهم تقديت، بغيت نشارككم معايا في هذه التقديه. جات البنات بيجامات، هاي التقديه، بيجامات اللي هما زوينين البنات، يعني اللي عجبتها شي حاجه مرحبا، واللي بغات تجي عندي المحل مرحبا. يعني راه جات واحد البيجامات اللي هما رائعين ورباطين الاخرين، وجات لكم جلالب اللي كتسولوني كلكم على جلالبات اللي كنت لحت في الفيديو السابق، جات لكم واحد الموديل، وان شاء الله نبقى كل نوبه نجيب لكم موديل حتى نكمل داك الشكيلات كاع اللي لحت لكم. يعني اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. المهم هذا اللي عليه، يعني اللي عليه طلب بزاف، اني جتو كيف ما تشوفوا هذا راه موطارد، واخا في الصوره كيبان بحال لي باج ولا، ولكن هو موطارد وتويب لي فوداه، وفي هاد الملاقيه بالرانده والعقيق، وهنا في هاد الحجيرات كيف ما كتشوفوا، والدريس في القب، وتويب زوين ما تيحبب ما تيخسر. شوفوا كيفاش داير الدريس، وفيه فيها الزمرد، واللوين زوين البنات. يعني هاد الفوده راه ما تيخسرش وما كيحببش. جبت لكم واحد جوج الانواع ديال الجلالب، وان شاء الله المهم اللي عليهم طالب بزاف وبغاوهم ليا الناس جبتهم لكم، وان شاء الله كيف ما كان طالب غنجيب دائما نجيب الجديد، ان شاء الله دائما نبقى نجيب الجديد. المهم انا هادو اللي جيت اليوم جبت فيه هاد اللون، وغندوز معكم اللوينات الاخرين. غندوز اللوين الثاني البنات اللي هو البلومارين. كما كتشوفوا البلومارين البنات كيجي زوين، كيجي زوين في الجلالب، وحتى هو فيه هاد الملاقيه ديال الرانده، وفيه هاد الزمرد، وهاد الحجر كيف ما كتشوفوا، يعني كيجي زوين البنات. وهاد الجلالب البنات راه فيهم لي طاي، فيهم ال اكس ال 2 اكس ال 3 اكس ال، يعني العبارات راه فيهم كاع العبارات فيهم، واللوينات راه فيهم اللوينات زوينين البنات. وتوب ما تيحببش وما تيخسرش، صبني وردي، يعني راه الصابون راه زوين هذا. وشوفوا دايرين ليها الدريس، الدريس وهاد الزمرد في الكمايم وفي القب. واللي بغات شي حاجه البنات عجبتها شي حاجه تسكريني ليا وتصيفط ليا اللون اللي بغات في الواتساب، تواصل معايا في الواتساب، وان شاء الله الموديل اللي بغاتو بغات تجي مرحبا. بغاتني نصيفط ليها راه كنديروا الارسال داخل كازا وخارج كازا، وحتى خارج المغرب تنديروا الارسال. غير البنات اللي كيسولوني على خارج المغرب، ان شاء الله غادي نمشي نسول الامانه ونسول لاجونس ديال الكيران، وداك غنقلب على التفصيل المهم باش كل وحده اللي بغات شي حاجه ان شاء الله توصل السلعه حتى الدوله اللي هي فيها. المهم بزاف الناس اللي كيسولوني، ان شاء الله غادي نمشي نسول لكم باذن الله. المهم داخل كازا وخارج كازا راه يعني كاين الناس اللي كيوصلوا السلعه حتى البلاصه ديال مواليها، حتى السلعه عند مواليها. مرحبا والف مرحبا. المهم هادو البنات 250 درهم، 250 درهم. اللي كيسولوني على الثمن راه كنقول الثمن في الفيديو، اي وحده كتسولني الثمن كنقولو في الفيديو، لان ملي كنجيب الموديل ما كنبقاش عاقل على الموديلات كلهم، هذا كدير هذا كدير ما تنعقلش. يعني المهم الثمن راه غتقولوا ملي كتصيفطي ليا عاد كنجبد الكتاب، يعني كنكون هذيك الساعه ماشي في التليفون كنجبد الكتاب ونعرف الثمن. المهم مرحبا بالجميع، واللي كتسول على المحل، المحل جا طلعه ديال الجامعه العمريه، اللي ما عرفت الجامعه العمريه شارع القدس راه معروف، راه مول الطاكسي كتقولي لي شارع القدس كيعرفوا، لا المهم راه تتعرفي شارع القدس راه باين في كازا، جا حدا الاناره حدا الشريفه عندنا واحد ديال عين الشق، اللي ما تتعرفش عندنا واحد ديال عين الشق. المهم كطلعي طلعه الجامعه العماريه كتلقاي واحد الرومبوا صغيره، كتلقاي قدامها واحد الزنقه كدوري على اليسار. المهم مرحبا بالجميع،
ورقم الهاتف ديالي 06 32 63 76 35. تواصلوا معايا في هذه النمره وان شاء الله راه اللي بغى شي حاجه مرحبا به. المهم هذا هو اللون البلو ماري، غندوز معكم اللون الاخر. المهم البنات هذا اللون الزيتي كيف ما كتشوفوا هذا اللون، يعني لون رائع البنات. وتا هو داير لي هذه الملاقيه، هذه الملاقيه وفيها هذا الزمرد ملاقيه حتى لتحت، وهنايا داير لي هذه الحجيرات في هذه اللوينات اللي جاوا زوينين، اللوينات اللي واتوا. المهم هذه اللوينات تواتوا مع بعضياتهم، والدريس في الكميمات والزمرد، وفي القب تا هو فيها الدريس والزمرد تا هويا. وهاد الطايه البنات اكس ال اللي كتسولني، الاكس ال فيها العبار 44 في الكتاف و 32 في الصدر، اللي كتسولني على 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 العبار يعني. والطول كيف ما كتشوفوا راه المانكار طويله وجات قده المانكا. انت انا يعني راني شوف فين كتبان المانكا معايا انا، وجات قده. المهم هاد العبار اكس ال، ودوز اكس ال دائما غتكون كبر منها، لا في العرض لا في الطول لا في الكساف، دائما كتكون زايدها بنمره. المهم انا عبرتها فيها تقريبا 32 وفيها 44 في الكساف و 32 في الصدر، والكميمات يعني المانكا راه طويله وجاتها. المهم هاد اللوينه البنات هو اللون هو زوين، هاد الزيتي لون زوين الزيتي، فيها البلو مارين، فيها فيها الحمار، فيها اللوينات هاد، فيها البوردو، فيها اللوينات هاد، هاد الفوداه هاد الجلابه كاع الالوان فيها. وكاين واحد التوب اللي هو مطره مرايه، حتى هو داير لي نفس الخدمه، حتى هو زوين يعني هو شويه بارد على هذا، واخا هي مطره المبرة مرايا كتكون شويه رقيقه وشويه بارده على هذا الفوده. المهم هذا الفوده سخون وتويب لي زوين، وخديمه نقيه وزوينه. داكشي راه اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، على غير سكريني ليا اللون وان شاء الله راه تواصل معايا، وفين ما كانت راه توصل السلعه ولا جابها تجي المحل، تجي المحل مرحبا بها. ندوزو اللوين الاخر، ندوزو البنات هذا اللون، هاد المطار يعني الاول هو مطارد ولكن جيب الكراميل، هذا مطارد اللي لون ناصح شويه. المهم حتى هو كيف ما كتشوفوا دايرين ليه الملاقيه ديال راندا بالزمرد، ودايرين ليه كيف ما كتشوفوا هي هابطه لتحت وفيه الفتيحه من القدام، وهنايا دايرين ليه هاد الحجر وهاد العقيق الطويل كيف ما كتشوفوا. لوينات اللي زوينين البنات، هاد الزرق سيواتي المطارد، وهذا كريستال، وهنايا دايرين ليه الدريس في الكميمات، والقب كيف ما كتشوفوا هو القب، والثوب كيف ما العاده كيف ما كنقول لكم الثوب راه ما تيحببش وما تيخسرش، والخدمه تبارك الله ما شاء الله راه فينيا الخدمه اللي هي زوينه ونقيه، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. المهم الثوب كما قلنا نعاودو 250 درهم. غنوري نقارن لكم اللون الاول مع اللون الثاني، كما كتشوفوا البنات هذا هو اللون الاول، كما كتشوفوا هذا بحال الكراميل، لون بحال الكراميل، وهذا مطارد انتما كيف ما كتشوفوا، يعني اللوينات اللي زوينين ورائعين، ولبسه اللي هي زوينه وانيقه، ماشي شي لبسه اللي هي، والثمن مناسب البنات لا غلا على مسكين، اي واحد يلبس يعني هاد الحويجات ديال البرد وهادشي يعني اللي هما زوينين وثمن مناسب. مرحبا بالجميع، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، وان شاء الله كاين جليبات اخرين في محطه طرزه اللي زوينه حتى هي البنات. ان شاء الله الفيديو الجاي بنلوح لكم جلالب اخرين وحتى طرزه اخرى اللي هي بدله، ومهم خدمه ديال المعلم، خدمه نقيه وزوينه ان شاء الله غادي نلوحها في الفيديو الجاي. المهم هذا هو الموديل ديالنا اللي كان اليوم. البنات دعموا القناه ديالي بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، ودمتم في رعايه الله.